صحيح، هذا هو المطلوب، لكن في إطار نفس التشخيص نفس الوضعية، المفترض أن منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية على رأسها منظمة حقوق الإنسان ومنظمة السلم الدولي يعني يكون عندها دور. يعني وين دورها يعني بالضبط؟ احنا لما نسمع أن هناك تمييز عنصري وسمعناه من البداية، بدأت القنوات والفضائيات تتحدث عليه هذا التمييز العنصري وهذا الشحن يعني الغريب يعني الذي لم نتعرف عليه من قبل، كنا نحسب أن النازية والفاشية ولا عهدها، وإذا بنا يعني نتأسف لمثل وجود هذه السلوكات، وهي إن دلت على شيء يعني تدل أولا على أن هناك تحريض جهات معينة تريد أن تضع بوصلة لهذه الحرب. احنا شفنا أن خاصة من الجهة الغربية، مادام نتحث عن أن الأولوية للأوروبيين والأمريكيين، إذن فالأجندة واضحة يعني ما تحتاجش إلى من يعطينا يعني الخطوط العريضة لها. هذا يبين على أن هناك أجندة نحو تجيش. الآن روسيا ما عادتش الشيوعية الحمراء كما قبل، الآن لازم يلقوا لها تيتر أخر، لازم يلقوا عنوان أخر باش تدخل فيه روسيا ومن ولاها. في عهد سابق سمعنا بما يسمى بالدول المارقة، اليوم مانيش عارف اللي راح يسموها الدول الشرقية أو دول الشرق بالنسبة لأوروبا أو الدول اللي مانيش عارف. إذن بغض النظر عن كل التسميات، نتساءل الآن دور الهلال، خاصة الهلال الأحمر الإسلامي، وين يعني كيفاش أن الدول الأوروبية تلقى يعني موقف موحد وتتحرك من خلاله، بينما الدول العربية ما شفناش يعني موقف. أين هي جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الهلال الأحمر الإسلامي؟ كيف يعني أنا أظن رغم أننا أكيد إن كما ذكرت أن الدبلوماسيات راح يزيد عليها الضغط أكثر، لكن تتطلب أيضا من نوع من العمل الجماعي والتضامني. يعني مش سهل، هذه راهي حرب، ماهيش مجرد يعني كما نقولوا احنا نزاع هامشي.